شركي غرا وزيرة حكومة الصومالية يا مانتا كدا عم جاردا مقدشة كاسو لوغا هلا يا رماي كم دهاين أما إن كدا غارها إيو قرشها دورد سجاشة كمال مود وريها يا عبد العزيز عبد الله ريالي يا مجالدا مقدشة وربحين تاسين وقصة دريم شركة قولها وسيرة حكومة الفيرال الصومالية يا مانت انتي سبطان وحا لوغها اللي عرمها أمنيقا واربحين كو عادن شان يتبان كمي قابك لو حسي قرشها سقاشن كمال مودي وساردها واربحين كو عادن قابك امتحان ذا قدهان دالك الصومالية اي ودع عيان يا عرمه كري وحانا مركي شركة وسوقة بقوة بكدي واربعين تلها اللي وسيرك وسارد ورفافينتا حكومة الصومالية انجينير عبد الرحمن يريسو او كولانك كواربحيي وهرنتي أرمها أمنية وربحين لقدر جيستي وزيرة الأمنية وآت لقى هذلي ها سيدي قرشها أمنية عاصمة إيكي دلكبا دقن جلنتي سي إن سعته إن عيدا مدي لو قرشي إن مقالة المقدشو إكه الجلان كو جري عيدا مدي بوليس كملتيرجا ينبتو جدا للدياري حرال لجاي تببر وسعده دوان الرجينيو إني هولقلك بلابان مقالة المقدشة سيدوك كلا قولك بنادرسنا وحو بلابي إن بابورتا لغتا مكا مكرمة جيتك إن محو أها تلابة لغاد عدي كوحد قدبتا سيدوك كلا يادا أمنيقو إن مالمي لسوا دافي لابا قاري أو قرح أها محو أها لغهور تغي إسلاما كانا دادالة بدن أي سعدان وربحنتا أو حسك شني تبنك مي وزير كده من يرد آدي آد وقور بحسي كده ش حفلة ده إيو قرشياشة كل هذا هسيدة سياسة ده قارن كده من يرد لو ديارين لها وربحنتا كلا قصاب سنة قرشي سقال كمال موت سقاشن كعشو حكومة ده رئيس وزارو آد حقوقات كي مقالا وزير ده إن إسل حساب تن وجرائه وزير والبنى لو قبتي ما من سبتي حدا إنه الوزارة هلا فريستو وهل إيه هل هو دي وزارة دول بحق أقرب سامي سي محوها أودع على إسل حساب تن شعب كان لو ورجلين دونه أريد كلو ما أنت قاد لوجه اللي بحق هيد باهيد اللوقب لما شروع ده دلك أباهين يعني تيجي قلها وزيرة دو أي أود الدجين لها يعني سي بارلمان مرخص صار نقضه شروع راس لو ورجلين لها شروع ده دلك أباهين هي ومهم كاو حكم ده شرع جيس كارسينتا شرع جا بترولك شرع جا لدقالنك أرجع سيدا شرع جا شقالها ريتك شرع جا تمرتا شرع جا وحبرشاد الجود إيو وزارة دا أرمها الدين دا وإذا ما ديارنا شرع جي قولها سرع مفتيدة سوماليا سيد الله أساس لها كدب وحاور بحين دار لقد قيستي أرمها شركة لندن رئيس الوزارة كحقينك إيو وزيرة دي تقي لندن رنتينا آد يآد أي غور بحين سيدا عالم كؤسو دوي arimaha marka shirkan London ugu duwan yahay shirarka hore u dhici jiray waxay marka arimaha soo socda koow inay tahay marka ugu horeeyso madaxweynaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo dowlad federaal ayagoo wada socda hal mowqif lagu tagay mowqif ay isla diyaariyeen la hor dhigay caalamkuna aad iyo aad u riyaaqay meeshaas ka muuqatay midnimo sidaad ka aragteen shirki jaaliyada lala yeeshay oo madaxweynaha farmaajo runtii u horseeday maxaa wafdigii u hoggaaminayay sida ay uga go'an tahay midnimada iyo wada shaqeynta sidoo kale waxay ahayd ingiriiska dawladda ingiriiska uga mahadcelinayna in shirka uu shir Soomaali leeyahay qorshayaashii Soomaali geysteen dhammaan caalamku aan saxiye arimaha kale shirkaas uga duwan shirkan kale waxay ahayd runtii arimo si gaar gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu la yeeshay madaxdii kale ayagana cadeeyay wadan walba uu la kulmay sida diyaarka ugu yihiin shirka maanta uu shirku doominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa intiisa badan waxaa lagu gorfeynayay qorshooyinkii toddobaadyada la soo dhaafay ee dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa xukuumadda Cabdi Cais Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cais Liil Soomaali Cable Muqdisho